كل الألم الأمل ما سقط والفرح ما سقط. بالتالي احنا بنقول على سنتكم انه احنا آلامنا كبيرة ولكن مصر بنفس الوقت ألا تتوقف الحياة عنا، فلذلك نحاول بالرغم كل ما يجري أن نعبر عن حياتنا، أن نعبر عن فرحتنا بشكل أو بآخر. إيش يعني احتلال فلسطين؟ احتلال فلسطين هو كسر أن هناك شعب فلسطيني. بالتالي لما بتكسر وجود الشعب الفلسطيني وينتج الشعب الفلسطيني، المراهنة على أن يتم ذوبان هذا الشعب من خلال بمحيط وجوده، وهذا الكلام لم يحصل. نحن نصر على هذا الموضوع ضمن عملية الحفاظ على الشخصية الوطنية الفلسطينية. نحن نقضي أجواء العيد هنا في الجزائر الشقيق، نعتبر أننا موجودين في وطننا الثاني بل وطننا الأول، ولكن في هذه الأجواء ومنذ سنوات ونحن بعيدين عن وطننا وعن أهلنا وشعبنا، نشعر يعني بالحزن لهذا الفراق القسري الذي فرض علينا بسبب تواجد الكيان الصهيوني المحتل لأراضينا. نتمنى أن فلسطين تتحرر وكنا كنا عايشين مبسوطين. وبتقدم التحية للشعب الجزائري من حكومة إلى من الشعب للحكومة، وإن شاء الله نقدم العيد في فلسطين العام الجاي وتكون محررة.